امبارح المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه وافق على المراجعة الثالثة لاتفاق الصندوق مع مصر بخصوص صرف 820 مليون دولار بتمثل قيمة الشريحة الثالثة خلال أيام، وده ضمن اتفاق بقيمة 8 مليار دولار تمت الموافقة عليها قبل شهور. تفاصيل ومعلومات وتحليل وافي هنعرفه من الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار اللي معانا على الهواء. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين. يعني بدايه، ازاي شايف اهميه هذه الموافقه اللي اصدرها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وانعكاسها على الاقتصاد المصري؟ بالتاكيد قرار المجلس التنفيذي للصندوق لصرف شريحه جديده للاقتصاد المصري معناه انه في توافق فيما بين الاداره التنفيذيه للصندوق والحكومه المصريه على الخطوات اللي بيتم اتخاذها، وده الحقيقه خطوات في اتجاه تصويب المسار، لانه بالتاكيد الاقتصاد المصري تاثر بشكل كبير للغايه بالاحداث التوترات الموجوده في المنطقه وفي العالم كله. وبالتالي لما يكون هناك توافق فيما بين مصر والصندوق، والمساله مش بس مجرد صرف شريحه اللي هي ال 820 مليون دولار، او حتى المفترض ان احنا عندنا مراجعه اخرى خلال او هتبدا ان شاء الله في شهر سبتمبر القادم، هيتم على اثرها الموافقه على صرف شريحه اخرى في حدود مليار 270 مليون دولار. المساله الاكبر من مجرد هذه المبالغ اللي بتاتي بالنقد الاجنبي بتعزز موقف النقد الاجنبي، هو انه في توافق مع الصندوق، وده بيفتح الباب امام مؤسسات تمويليه اخرى مصر مرتبطه معها باتفاقات للشراكه، واتصور انه هيكون في قدر اخر من التمويلات. والمساله ايضا تتعدى مؤسسات التمويل، لانه احنا نتحدث عن مؤسسات الاستثمار، وده الاهم اللي احنا محتاجين انها الحقيقه تضخ استثمارات كبيره. بالتاكيد هذه المؤسسات الاستثماريه والشركات العربيه الكبرى هي بتقدم على الاستثمار في مصر بعد لما بيكون هناك في رؤيه انه الاقتصاد المصري اقتصاد مستقر بيتعافى، معدل النمو الاقتصادي يتجه للزياده، وده الحقيقه كله بيصب في مصلحه الاقتصاد وفي النهايه المواطن. بالتاكيد 820 مليون دولار هم دول الشريحة الثالثة من إجمالي 8 مليار دولار، هل بيحق لمصر إنها تتقدم بطلب للحصول على تمويل إضافي خلال الفترة اللي جاية؟ لا أعتقد أن الاقتصاد المصري مش هيبقى محتاج في الفترة القادمة لمزيد من التمويلات، لأن احنا الحقيقة بعد التوافق مع صندوق تكلفة التمويل بالنسبة للاقتصاد المصري في الأسواق الدولية انخفضت بشدة، وبالتالي هيكون في مسارات للتمويل. لكن هو الحقيقه يمكن مصر لا تسعى لمزيد من التمويل بقدر ما تسعى لمزيد من الاستثمار، وده الحقيقه المهم بالنسبه لنا. احنا محتاجين ارقام استثمار كبيره للغايه، وخاصه اذا ما كانت هذه الاستثمارات مشفوعه بتكنولوجيا حديث بتخدم على صناعات احنا محتاجينها بشده، وهو ده التوجه. لكن ما يتعلق بالتمويل، احنا الحقيقه حصلنا على قدر جيد من التمويل، ساند البنك المركزي انه يضبط سوق الصرف وانه سوق الموازية تختفي، وانه النقد الاجنبي يصبح متاح داخل القطاع المصرفي عشان يلبي احتياجات، سواء كان فتح اعتمادات مستهدية وغيره، وبالتالي خلاص الوضع في سوق النقد مستقر، والموازنة العامة الحقيقة ليس بها الضغوط العنيفة، والبنك المركزي رصيد صافي الاحتياطي من النقد الاجنبي بيظهر التعافي شهر تلو الاخر، وبالتالي الوضع الاقتصادي يتجه لتحقيق المزيد من الاستقرار. طب هذه الشريحه الثالثه اللي بتصل الى 820 مليون دولار، كيفيه تعظيم الاستفاده منها في نواحي الاقتصاد المصري المختلفه؟ انا شايف حضرتك الاستفاده الامثل من هذه الشريحه ممكن تكون ازاي؟ خلينا نشير لانه مصر هي عليها التزامات، سواء كان الالتزامات واعباء خدمه الدين، سواء كان اقساط او فايض، مصر عليها التزامات في اطار توفير متطلبات واحتياجات المواطنين، سواء كنا نتحدث عن توفير مستلزمات غذائيه، بقى بنتكلم على استيراد سكر او استيراد مشتقات بتروليه او غاز علشان نخدم على استهلاك الكهرباء وما الى ذلك. ده الحقيقه مسار اتحركت فيه الحكومه المصريه خلال الفترات الاخيره، والحقيقه في التلبيه بشكل كبير لمتطلبات الوزارات المختلفه، سواء كان قطاع البترول او وزاره التموين او غيره. الامر الثاني انه احنا الحقيقه كل ما كان هو موجود في المواني في اطار انه ما كانش فيه نقد اجنبي خلال الاشهر الماضيه، تم الافراج عن كل الشحنات اللي كانت موجوده، وبالتالي الضغط على النقد الاجنبي اللي هو الحقيقه كان ضغط متراكم بفعل فترات الانتظار الطويله وقائمه العملاء الحقيقه اللي كانت كبيره، كل هذا انتهى وتم الافراج عن
كل البضائع اللي كانت موجوده ساعتها، كان مواد خام او سلع او وسيطه او مستلزمات او ما الى ذلك، تم الاحراج عن كل هذه الامور. وبالتالي اتصور انه الوضع مستقر حاليا، واتصور انه موارد النقد الاجنبي ايضا فيها تعافي، يمكن باستثناء قناه السويس اللي هي بتواجه ظروف صعبه بفعل التوترات اللي موجوده في البحر الاحمر، لكن موارد النقد الاجنبي الحقيقه كلها بتتجه لتحقيق تعافي. تحويلات المصريين في الخارج بتعمل ارقام مضاعفه، بنتكلم على الفيحه ماشيه بشكل طيب للغايه، بنتكلم على الاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر ماشي بشكل طيب، وبالتالي موارد النقد الاجنبي ماشيه بشكل طيب، وهنا الحقيقه البنك المركزي بيعزز من احتياطياته كل شهر. صحيح. شكرا جزيلا دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار.